لاعبي نادي الزمالك واجهوا 3 فرق قوية الشهر دوت، قول لهم ايه؟ ان شاء الله ربنا معاهم ويكسبوا ال3 ماتشات دي، اهم حاجه يفرحونا. والله انا بقول لهم ان ماتش الاهلي عدى خلاص 3 نقط وخلصوا، والدوري لسه فيه 31 ماتش، فنركز عشان خاطر ان شاء الله يبقى نكسب ال3 ماتشات دول ويفوقونا ويرجعونا تاني ان احنا نكمل المسيره وناخد الدوري السنه دي ان شاء الله. انا بقول للعيبه ان ده ماتش وخلص، وان الماتشات اللي جايه ان شاء الله تبقى اسهل، وانا متوقع ان لعيبه الزمالك هتبتدي ترجع باداء، يعني هم مش هيرجعوا بنتيجه بس، لا ده باداء. انا عارف لعيبه الزمالك الفرقه اللي لعبت السنه اللي فاتت، الحمد لله ان ما فيش تغيير في السكواد بتاع الزمالك، ودي حاجه تديهم استقرار مستابلتي يبقى كويس معاهم اثناء الماتشات الجايه ان شاء الله. لعيبه الزمالك لعيبه رجاله، وانا عارف ان هم هيكملوا، وده ماتش كبوه وعدى، وهم 3 بونت ما يفرقوش بالنسبه لنا حاجه، والدوري لسه معانا كبير، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله الزمالك ان شاء الله ياخد الدوري السنه ان شاء الله. اقول للعيبه ان جمهور نادي الزمالك مستني منكم كتير، وفعلا اللعيبه دي على قد مسؤوليه نادي الزمالك، وعلى قد ان هي تشرف نادي الزمالك وتفرح نادي الزمالك. المفروض لعيب الزمالك يتحمل المسؤوليه ويكون على قدر المسؤوليه، يعني الزمالك نادي كبير سواء برغم الضغوطات والصعاب اللي عليهم، بس المفروض يعني يقدروا فريق نادي الزمالك. المهم ان هم ما يتاثروش بالخساره بتاعت الاهلي، كان ده يعني عادي، ماتش وعدى، ماتش الاهلي عدى خلاص، فرقتنا كانت واقعه واحنا رجعنا في الماتش جبنا 3 اجوان في عز ما الفرقه كلها كانت واقعه، ويركزوا في الدوري. الدوري لسه في الايد، احنا الموسم اللي فات خسرنا من الاهلي وتعادلنا معاه في الدور الثاني وخدنا الدوري برضه، خدنا منه الدوري، فالدوري في ايدينا لسه بدري، ولسه في كذا بطوله في ايدينا وعايزين نركز. يعني نرجع مع حضراتكم تاني، نستقبل المحلل الرياضي استاذ شادي طارق. نورنا استاذ شادي. بنورك يا كابتن ابو العيال، مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، واهلا بكل المشاهدين. اهلا بيك طبعا، ومعانا الناقد الرياضي استاذ محمد عطل. نور محمد. اهلا بيك. اهلا يا كابتن، عامل ايه؟ تمام، كله زي الفل. تمام، منورنا طبعا. في البدايه طبعا بقول لكم مبروك على النهارده، الحمد لله نقطه مهمه تضمن لنا الوصول للمرحله النهائيه. هبدا معاك يا شادي، قول لي انت وجهه نظرك النهارده ايه الماتش واداء المنتخب مع مستر كارلوس كيروش؟ الحقيقه كان في ممكن علامات استفهام كبيره مثلا على فكره التشكيل، كان مناسب ولا مش مناسب؟ قول لي رايك ايه. والله انا شايف النهارده مباراه للنسيان تماما لكارلوس كيروش والمنتخب مصر، مش ده حتى الاداء اللي احنا شفناه قدام منتخب ليبيا. مباراه يعني حطت علامات استفهام كبيره على القايمه حتى اللي خدها. يعني انا في العادي ما بحبش اتكلم على اختيارات المدرب، بحب المدرب دايما يختار اللي هو عايزه ويشوف اللي هو شايفه هو الافضل، ولكن النهارده التشكيل اللي بدأ بيه المباراة النهاردة، أنا توقعت إن احنا هنلعب زي مباراة ليبيا بضغط عالي ودفاع متقدم، ونقدر نقطع الكرة من قدام دفاع منتخب أنجولا اللي هو برضو منتخب متوسط أو منتخب عادي جدا، مش منتخبات الكبيرة. ولكن اللي شفناه النهاردة إن لعبنا بدفاع متأخر جدا، ثلاثي ارتكاز ما فيهوش اي لاعب بيقطع كوره، او لعيب ديستروير زي ما احنا بنتكلم، لعيب يقطع الكوره ويجيب لك الكوره بسرعه، لا حتى ثلاثي الارتكاز كلهم مهام تقريبا متشابهه، بيرجعوا هم الثلاثه مع الدفاع ورا، فبقى في 7 لعيبه ورا وثلاثه اللي هم الثلاثه الهجوم في اول الملعب، ففي جاب كبيره جدا ما بين حتى الخطوط وما بين اللعيبه. محمد صلاح ومحمد شريف ما شفناش اي اداء دفاعي ليهم ولا مسانده للاطراف، وبالتالي شفنا يعني استباحه كبيره جدا من منتخب انجولا في اللعب على الاطراف، وشفنا اكتر من هجمه على الاطراف بتاعتنا. الجون الاول جه من كره عرضيه من ناحيه احمد فتوح، والجون الثاني ضربه جزاء من اختراق من ناحيه اليمين عن طريق اكرم توفيق. وبالتالي انا يعني انت هتلعب بثلاثه وسط ملعب شبه بعض، يا اما تلعب بدفاع متقدم فتجيب الكوره بسرعه وتبقى مستحوذ على الكوره، يا اما تلعب بلعيب زي طارق حامد او حتى حمدي فتحي، الاثنين نفس الشبه اللي هم بيجيبوا الكوره بسرعه، يقدروا يقطعوا الكوره، يقدر يبني الهجمه، يقدر يامن لك، يبقى ثابت في الدفاع، وزي ما حصل في الشوط الثاني. غريبه ان انت بتقول 3 لعيبه في نص الملعب شبه بعض، مع ان فيهم عبد الله السعيد، عبد الله السعيد مش شبههم خالص، بس الحقيقه الاسلوب بتاع اللعب جر عبد الله ان هو يبقى واقف بس، مش عارف يعمل يتحكم في الريتم، مش عارف يبدا هجمه مرتاح، لعيبه ما بتظهرلوش، مش عارف يستلم في مكان كويس، فتحول ان الثلاثه فعلا تحس ان هم دابوا بقوا شبه بعض بالزبط. فراح منك نص الملعب بالظبط. الفكره كمان عبد الله السعيد بيلعب في مكان مش هو المكان الافضل ليه. تاني حاجه برضو عامل السنة على عند عبد الله في ماتش قدام اجنحه سريعه زي انجولا وخارج ملعبنا، انا كنت بفضل يبقى في اختيار تاني، ولكن الراجل لعب نفس تشكيل يعني نفس خطه مباراه ليبيا، ولكن التنفيذ من اللعيبه وهو نفسه التعليمات اللي اداها للعيبه انا اعتقد ما كانتش موافقه تماما. ولكن انا بشوف برضو الراجل ما بيلعبش وديات، لسه جاي بقاله شهر، عشان برضو نتكلم بشكل منطقي، بقاله شهر بس لسه بيجرب، لسه ما استقرش على شكل معين للفريق، على طريقه لعب ثابته يقدر يواجه بيها باقي المنتخبات، لسه في مرحله التجربه. واعتقد ان بطوله العرب اللي جايه
هتبقى مهمة جدا جدا بالنسبة له، ان هو هيبقى شايف لعيبة كتيرة جدا تحت ايده، وده هيقدر في منتخبات يقدر يواجهها يجرب خطة جديدة للمنتخب. طب اروح لليك عطا الله، قول لي انت برضو كمان شفت الماتش النهاردة ازاي، والطريقة والبداية وهل التحولات الشوط التاني كانت كويسة ولا لا؟ هو في امور قبل الماتش اثرت على اللي حصل في الماتش. اولا انه ليبيا خسرت، فده شويه قلل الحوافز عند منتخب مصر. المنافسه ما بقتش بالقوه اللي كانت قبل كده، بقينا نازلين الجيم، احنا محتاجين ان احنا بس ناخد نقط، فده اعتقد انه خلى اللعيبه شويه تريح، ما بداناش بالقوه الكافيه. تاني حاجه انه في بعض اللعيبه كانوا في بدايه الماتش مش في حالتهم اطلاقا، يعني بره، يعني مش عايز اقول بره الجيم لا، يعني بس في مستوى بعيد جدا جدا. يعني اكرم ما كانش كويس، ايمن اشرف برضه ما كانش كويس، فتوح بدأ الجيم مش بالشكل المطلوب، طبعا النني والسولية برضه نفس الفكرة، محمد شريف ما أداش بالشكل اللي كان بيأدي بيه، عمر مرموش اللي كان عامل ديناميكية كبيرة قوي قوي وتنوع في خط الهجوم مع صلاح ومع مصطفى محمد. أعتقد إنه فكرة رجوع محمد شريف كجناح أيسر اللي هي بيعملها كتير قوي كيروش مع المنتخبات اللي ضربها، او انه ده مركز شريف اصلا، اعتقد انه شريف ما نجحش فيها. شريف اعتقد انه بعد كده هو نفسه ممكن يعتمد عليه خلاص كراس حربة ويكون بديل لمصطفى محمد، او انه يلعب اساسي مثلا في بطولة زي بطولة كاس العرب في عدم وجود مصطفى محمد. دي نقطة. تاني نقطة انه منتخب انجولا نزل بشراسة كبيرة جدا. انا بالنسبة لي اعتقد انه لاعبتنا اتفاجئوا بده، انت رايح بتلعب منتخب اصلا فقد الامل بيلعب للشهره، لكن الظروف بتاعه الجيم انه الماتش اتفتح للجمهور، نزل عدد كبير جدا من الجمهور، وجود صلاح حمس جدا لعيبه منتخب انجولا وحتى حمس منتخب والجماهير اللي كانت موجوده، فده اداهم حماس كبير جدا للعب. لما لقوا نفسهم في ارض الملعب بيأدوا بشكل كويس، صدقوا سجلوا الهدف الاول، طبعا كان خطا دفاعي مركب وكان تشتيت للكره سيء جدا من ايمن اشرف، بعدها على طول سجلوا الهدف الثاني من ضربه جزاء، فابتدوا بقى من حظنا احنا ان هم بعد الجول الثاني بقى بداوا يريحوا ويهدوا شويه، ده سمح لنا ان نرجع للجيم. المباراه النهارده فيها امور سلبيه لكن برضو فيها شيء ايجابي، ان انت تبقى خسران بره ملعبك 2-0 وبتادي بشكل سيء جدا جدا تقريبا لمده 35 دقيقه، بعد كده ترجع، ده امر كويس جدا جدا ومبشر. حاله زي ما اتفقنا، حاله بعض اللعيبه ما خدمتش كيروش، لكن اعتقد انه لسه قادر يسيطر برضو على الامور، بدليل ان احنا رجعنا وادينا بشكل كويس جدا في الشوط الثاني وقدرنا ان نتعادل، والحمد لله ان احنا حققنا الهدف قبل جوله من النهايه. تقدر بقى الماتش الجاي مع الجابون تقدر تدخل بعناصر ثانيه، تقدر تجرب خطه لعب جديده، ده هيدينا برضو، تقدر تريح صلاح، تقدر تعمل حاجات كتير قوي برضو. التأهل قبل جولة ده هيفيدك جدا جدا. احنا كنا قبل ما يجي كيروش كنا بعد التعادل مع الجابون في الجابون كانت الامور متلخبطة جدا، وكنا حتى بدأنا نقلق على ان احنا نصعد، لا الامور تمام، واعتقد ان الراجل حقق حتى الان هدفه باداء وبنتائج كويسه، فان شاء الله باذن الله الامور هتكون احسن بكتير مع كيروش. يعني طب لو رجعت لك يا شادي وكلمتك عن الشوط الثاني، ممكن حد يقول ان في تغير في الاداء، انت قلت لي برضو ان حتى الشوط الثاني عندك تحفظات رغم ان احنا رجعنا في النتيجه وعرفنا نجيب الهدف الثاني وهدف التعادل. هو الشوط الثاني يمكن بدا من الدقيقه 35 زي ما محمد قال، بدا من الدقيقه 35 من الشوط الاول. كيروش عدل الخطه بعد الهدف الثاني في مرمانا، لعب بقى بدفاع متقدم، غير الخطه ب 4-2-3-1، عبد الله السعيد رجع ثاني لمكانه الطبيعي كصانع العاب، فاصبح للمنتخب بقينا بنضغط باربع عناصر في الهجوم، ثلاثي الامامي ومعاهم عبد الله، وده حتى نتج عنه الهدف بتاع النني في بدايته خالص، الكره اتقطعت من مصطفى ومحمد شريف لعبها لصلاح ثم تقدم من النني وسجل هدف. ده كان من نفس الشوط الثاني، وساعد على ده التغيير اللي عمله كيروش بنزول حمدي فتحي. نزول حمدي فتحي ده اللي كان ناقصنا، او ناقصنا لعيب شبهه في المنتخب الشوط الاول، بقى عنده ان هو دلوقتي لعيب بيقدر يقطع الكوره، لعيب بيجيب لك الكوره بسرعه، لعيب دايما موجود قدام الدفاع، ما بقتش لعيبه انجولا بتتمشى عندنا الشوط الاول. بس كان الصح ان انا انزل حمدي فتحي من وجهه نظرك يبقوا الثلاثه شبه بعض اللي في نص الملعب، ولا يبقى يعني مثلا حمدي فتحي كان هيبقى حساب عبد الله سعيد فعلا، ولا كنت ممكن ان انا استغنى بواحد شبه نفس الاداء مثلا سواء سولية او توقع يعني على عبد الله السعيد؟ هو ده الجزء اللي ما كانش عاجبني شويه، ان احنا يعني الاول هو نزل لعب بحمدي فتحي وثبت قدامه النني والسولية وادى تعليمات للاطراف ان هم يتقدموا على طول سواء اكرم توفيق او احمد فتوح، وشفنا اكتر من تقدم ليهم في العمليه الهجوميه لينا، وده بان حتى في الجون بتاع اكرم توفيق. اللي ما كانش عاجبني شويه ان انت برضو بتلعب انجولا،
صحيح طبعا في حوافز وفي كل حاجه، ولكن مش منتخب صف اول ولا حتى صف تاني. ان انت بتلعب بثلاثه ارتكاز قدام انجولا وثلاثه ارتكاز دفاعيين برضو فيها يعني زياده شويه، فيها تحفظ زياده شويه. برضو ده مش منتخب زي الجزائر ولا منتخب زي نيجيريا ولا منتخب زي المنتخبات الكبيره منتخب الصف الاول اللي احنا هنواجه حد فيها. برضو بعض التغييرات ما عجبتنيش. انا برضو مش مقتنع بنزول مروان حمدي مكان مصطفى، ما شفتش مصطفى بالسوق حتى اللي هو خليه يطلع، او ما شفتش من مروان الاضافه الهجوميه الكبيره اللي احنا مستنيينها. تغيير احمد ياسر رايم برضو انا ما فهمتوش. احمد ياسر نزل لعب جناح شمال ومروان حمدي لعب جناح يمين وصلاح داخل في النص. هو كل ده يندرج تحت بند ان الراجل لسه بيجرب، لسه مش مستقر على شكل هجومي للفرقه، فطبيعي ان هو بيجرب. ولكن ده بينقلنا بقى لخطه الاختيارات. لما انت محتاج جناح يمين او محتاج لعيب مكان صلاح وصلاح يدخل في العمق، كان ممكن خيار زي احمد زيزو اللي احنا ما انضمش، مش عارفين برضو ايه السبب، بس ما انضمش. ولكن في يعني ولكن اربع سنين تحديدا رمضان برضو في الجناح الشمال. برضو قفشه، انا كنت شايف قفشه كان لازم يبقى ليه دور في المباراه. يعني زي ما حضرتك قلت ان كان صحيح حمدي فتحي كان نزل، ولكن كان مفروض حتى ممكن ينزل مكان السوليه او مكان النني، وكان قفشه ما ينزل مكان عبد الله. ولكن هو زي ما قلت الراجل لسه بيجرب، لسه مش مستقر على حاجه. وزي ما قال محمد قدامنا ماتش الجابون بقى المره الجايه، قدامه فرصه واسعه ان هو يجرب عناصر كتيره وعناصر جديده وخطه لعب جديده بدون ضغوطات عليه. هو برده كان جاي في وقت صعب للمنتخب، وقت كان فيه انتقادات كتيره جدا، وفي ان احنا كنا قلقانين حتى من ماتش ليبيا ومش عارفين هنتاهل ولا لا. هو عدى عنق الزجاجه، عدى فتره الضغوطات اللي عليه، دلوقتي يقدر يبني ويقدر يشتغل بقى براحته بدون ضغوطات معاه لحد شهر مارس. اعتقد وقتها هيكون فتره كافيه للراجل ان هو يستقر على شكل دائم للمنتخب يعني. طب عطى اللي حصل الشوط الاول انا افسره ممكن التركيز، ولا فكره ان انا مثلا التشكيل مش الامثل، ولا في معظم اللعيبه اللي موجودين لعبوا النهارده ممكن بقالهم كتير ما لعبوش قدام ضغط جماهيري؟ لان انت قلت حقيقه نقطه مهمه جدا، مع فتح وجود الجماهير بالكميه الكبيره النهارده انا حسيت ان ممكن على ما دخلنا في الجيم دخلنا متاخر. لو خدت بالك بعد ما قلت انتوا بعد دقيقه 35 كان قبليها تحس ان مفيش شكل واضح، تحس ان الخطوط متباعده، اتكروت كده في جونين ورا بعض. فهل الجمهور ده ليه بعد، ولا اقدر اسمي ان خطا تشكيل، ولا ولا ولا؟ هو التشكيل هو كيروش واضح، يعني اللي نقدر نستنتجه من الفتره اللي هو قعدها معانا دي ان الراجل عنده خطه معينه بيلعب بيها وبيجيب العناصر اللي بيركبها على الخطه دي. يعني هو ما بيفرقش معاه قوي ان العنصر ده متالق جدا مع نادي فيجيبه، لا هو عنده خطه معينه بيجيب لعيبه تنفذ له الخطه دي اللي هيلعب بيها. النهارده ده مثلا حصل في انه الناس بتستغرب مثلا ان عنصر زي عبد الله السعيد رغم انه كبير في السن، لكن هو بيجيبه وبيحطه في خط الوسط ناحيه الشمال وبيلعب بيه، في حين ان انت ممكن تستخدم مثلا عناصر اصغر سنا من عبد الله السعيد حتى في المركز ده. ده بان النهارده قوي في استراتيجيه اللعب. لما بتلعب منتخب قوي بدنيا ومندفع، ما قدرتش تجاري النهارده منتخب انجولا بالذات في الجزء الاول من المباراه. خط المنتصف كان عبد الله وكان النني وكان السوليه، كان في بطء شديد جدا جدا استغله منتخب انجولا وقدر يتقدم علينا بجول والتاني. انا وجهه نظري لسه مصمم عليها ان احنا دخلنا الجيم اتفاجئنا بالوضع اللي حصل ده، اتفاجئنا بجمهور كبير جدا ومتحفز، واتفاجئنا بمنتخب بيأدي كره سلسه وكره سهله وعناصر فايقه جدا واسرع. كابتن هما كانوا بيعدوا بمنتهى السهوله، مع ان خلي بالك وجود ملعب بالجمال ده انا شايف انه في مصلحتنا احنا بالظبط. كان الارضيه كويسه، كان نجيل صناعي، كان نجيل صناعي، وحتى مش نجيل صناعي من الاجيال الحديثه، لا ده جيل نجيل صناعي قديم جدا. لكن هي دي ظروفهم، هو ده المتاح عندهم حاليا. لكن احنا انا مش محمل كيروش قوي اللي حصل النهارده ده، بقدر ما انه اللعيبه نفسها اعتقد في الجزء الاول من المباراه اللعيبه ما كانتش فايقه تماما، وخدوا وقت على ما دخلوا جوه الجيم. يعني حتى في الامور الفرديه يا كابتن، كان الراجل كان الجناح بتاعهم كان بيعدي من فتحه بمنتهى السهوله. اكرم توفيق اللي كنا بنشوفه عنده التحامات قويه جدا جدا ومفيش حد بيقدر يعدي بسهوله من اكرم، اتاخد في ضربه الجزاء وعمل ضربه جزاء بمنتهى السهوله، وده شفناه كتير حتى في خط النص. وحتى تشتيت الكوره مثلا من ايمن اشرف، ما ينفعش الكوره تطلع كده باي حال يعني. فاعتقد انه حاله اللعيبه والطريقه البطيئه اللي بدانا بيها الجيم دي اللي فرقت معانا، وكويس جدا جدا ان احنا قدرنا نرجع.
لان انت لو كنت جيت هنا خسران كنت هتدخل بقى مع الجابون في ملحمه، وانت يا هم بقى كنت هتبقى محتاج تكسب او حتى محتاج تتعادل، فانت هتلعب جيم وانت وحظك بقى ممكن جدا يعملوا مفاجاه. وبعدين طموح اللي هيجوا بيه ممكن يصعب المباراه جدا، وعندهم برده لعيبه كتير، عندهم لعيب كويس جدا، عندهم فرقه كويسه، وكانوا فكره ان هم يجوا المباراه بطموح كبير ده كان ممكن يعمل لنا مشكله كبيره، لكن الفرقه اتلمت والامور اتلمت والحمد لله قدرنا نخرج من المباراه باقل خسائر ممكنه، بل ان احنا حققنا الهدف المطلوب منها ان احنا تاهلنا للمرحله الحاسمه. طب الثغرات الدفاعيه اللي كانت موجوده النهارده في الدفاع ده من وجهه نظرك سببها ايه؟ انا بشوف ان سببها عدم مسانده خط الوسط والاجنحه للخط الدفاع. احنا شفنا محمد صلاح ومحمد شريف بدون اي واجبات دفاعيه تماما، خط النص كان متكتل في عمق الملعب وزي ما بنقول في حضن الدفاع، وبالتالي كان دايما بنشوف موقف 2-1 او 1-1 بسهوله جدا على سواء على اكرم توفيق او احمد فتوح. مش عايز برضو احملهم مسؤوليه كامله، ولكن طبيعي لما بيروح عليا 2-1 صعب ان انا اقدر ان انا اواجه، خصوصا ان هم صراع. هيلدر كوستا لعيب كبير، لعيب بيلعب في فالنسيا ولعيب لعب ماتش ودي قبل كده مع منتخب البرتغال، لعيب برضو سريع ولعيب معروف ومهاري، ده اللي جاب الهدف الاول عندهم هناك سرعات كتير على الاطراف، وبالتالي انا بشوف ان احنا كانت مشكلتنا كبيره جدا في الاطراف بسبب عدم المسانده الدفاعيه. غياب الونش كان مؤثر جدا خصوصا في الكرات العاليه. ايمن اشرف برضو برغم مستواه الجيد جدا مع الاهلي، ولكن الونش فارق كبير جدا على اي مدافع في مصر. طريقه التشتيت النهارده يمكن من الحاجات اللي كنا بننتقد عليها مدافعين للزمالك في الماتشات بتاعتنا، محدش بيشتت ابدا في نص الملعب على منطقه الجزاء، بتبقى مسؤوليه مشتركه بين المدافع وما بين لعيب الوسط اللي هو حتى مش موجود على الدايره خالص، راجل استلم الكوره وسجل بمنتهى السهوله يعني بدون اي ضغط عليه. الشوط الثاني الموضوع اتحسن خالص، يمكن نزول زي ما بقول حمدي فتحي عمل توازن شويه في عمق الملعب، عمل توازن في عمليه استرجاع الكوره. الكوره ما بقتش بتقعد كتير في رجل منتخب انجولا عكس الشوط الاول، اللعيبه كانت بتتمشى عندنا، اللعيبه بتخلص الهجمه لحد ما توصل للشناوي، سواء بقى الكوره طلعت بره ضربه مرمى او ضربه ركنيه، دايما منتخب انجولا بيكمل هجمته للاخر، ما كانش في حد بيقطع الكوره تماما. هجوميا حتى عندنا ما كناش بنشوف اي كوره غير كوره واحده بس اللي انا لاحظتها، ان الكوره بتتلعب من فتوح دايما كوره طوليه لمحمد شريف في الثغره اللي ما بين المدافع الايمن لمنتخب انجولا والباك اليمين، دايما محمد شريف كان بيتمركز في الحته دي. اتلعب الكره دي 3 مرات، شريف ضيع كوره جت فوق في الشوط الاول ضيع فوق العارضه، وكره اتحسب التسلل وكره انقذها الدفاع انجولا. غير كده حتى هجوميا ما شفناش اي حاجه غير في اخر 5 دقائق. اللي انا بقول ان لما كيروش عدل طريقه اللعب رجعنا بقى للطبيعه بتاعتنا تاني، رجعنا ان احنا فرق المستوى مع انجولا واضح جدا في اخر، احنا في 5 دقائق ضغطنا بس عليهم سجلنا هدف، وكنا هنسجل هدفين وثلاثه كمان في 5 دقائق بس. وبالتالي ولكن انا بشوف من ضمن النقاط الايجابيه برضو ان انت تبقى خسران 2-0 مش دايما كنا بنشوفها في منتخب مصر، مش في ملعبك وبره ملعبك، واجواء برضو زي ما قلنا اللعيبه ما كانتش في افضل حالاتها. ان انت ترجع من 2-0 اعتقد ده يمكن اخر مره المنتخب اتاخر 2-0 بره ملعبه كان قدام تونس في 2018. مش سهل ان انت ترجع برضو وتكسب وتتعادل 2-2، وكنا ممكن نكسب كمان. احنا حتى الشوط الثاني ما شفناش فرص تقريبا لمنتخب انجولا، او شفنا دور هجومي اليوم زي اللي شفنا في الشوط الاول. فطبعا دي انا بعتبرها من ايجابيات الماتش، شخصيه تبدا تتفرد للمنتخب بتاعنا قدام المنافسين، واتمنى بقى نشوف الافضل بعد كده في الفتره الجايه. طب عطا الله، في ناس شايفه ان طرق اللعب تختلف مثلا من طريق منتخب مصر وطريقه ليفربول، فلدرجه ان في ناس تقول لك محمد صلاح مثلا في طريقه ليفربول بيبقى واضح انه بشكل مختلف، بيلعب على الجون اسرع اكتر، بيروح لوحده ساعات ال1 تو 1. هل في فرق بين الطريقتين مخلي صلاح مثلا من وجهه نظر البعض انه بيظهر هنا بشكل، ولا طبيعه اللعيبه اللي جنبك وطبيعه المنافس لما يضربك، ولا ارضيه الملعب، ولا السفر، ولا هو فرق الكواليتي اللي بيلعب حوالين صلاح في ليفربول حاجه مختلفه تماما عن الكواليتي اللي بيلعب جنب صلاح في منتخب مصر. هو مش منطقي اطلاقا ان احنا يعني مفيش مجال اصلا لان احنا نقارن بين الاثنين، رغم ان صلاح النهارده ادانا برده حاجات بتاعه ليفربول اللي هي بوش الرجل، يعني الجول الاولاني هو عامل الاسيست للنني بوش الرجل، حتى في تسديده اكرم هو برده عامل له تمريره بوش رجل، فهو مدينا حاجات من ليفربول برده. بس مش منطقي اطلاقا ان احنا نقارن بين صلاح ليفربول وبين صلاح منتخب مصر. يعني انت يعني خط هجوم ليفربول مع صلاح بيلعب جنبه جوتا او ساديو ماني وفيرمينيو مثلا، وراه هندرسون وكيتا او ميلنر او كورت جونز، يعني بيلعب اسماء يعني مثلا يعني
على ناحيه اليمين بيلعب مع صلاح ارنولد، انت بيلعب معاك اكرم توفيق، على ناحيه الشمال روبرتسون انت بيلعب توفيق. الامور مختلفه تماما يعني طريقه اللعب وسرعه الكوره في الملعب في الملاعب الانجليزيه والاجواء كلها الامور مختلفه تماما. لكن برضو صلاح بيدينا كتير مع منتخب مصر بمنتهى الامانه، يعني وجود صلاح نفسه كعنصر معانا في منتخب مصر بيفرق كتير من هيبه واسم منتخب مصر، ده شيء مهم. من امتى بنشوف جماهير بتنزل ارض الملعب تتصور مع لعيب في منتخب مصر؟ يعني ده شيء كبير برضو مش قليل يعني. فلا صلاح بيدي كتير لمنتخب مصر بامانه ومش بيأثر على قدر الجوده المتوفره حواليه. يعني ما احنا شفنا برضو يورجن كلوب اصلا الطريقه اللي بيلعب بيها ليفربول دي ما كانتش موجوده قبل يورجن كلوب. اللي عمل الطريقه دي واللي عمل استراتيجيه ليفربول دي هي يورجن كلوب بالانتدابات اللي عملها. شوف اول تشكيل لليفربول مع يورجن كلوب وشوف التشكيل اللي بيلعب دلوقتي. لا ده امور تراكميه كتيره جدا جدا خدت سنين لحد ما توصل للشكل ده، وانك تحافظ على نفس التشكيله الاكبر قدر اكبر قدر ممكن بحيث يوصلوا لانسجام معين ولطريقه لعب معينه. لا امور مختلفه تماما. ما ينفعش، انا بشوف انه المقارنه بين الامرين دي لا شيء صعب جدا جدا طبعا. طبعا بخلاف يعني انه انت مدربك في ليفربول احسن مدرب في العالم يورجن كلوب اللي هو اساس الفكر واساس طريقه اللعب واساس كل حاجه. يورجن كلوب انت مدربك لحد قبل ماتشين كان كابتن حسام البدري، ويعني ومن ماتشين ثلاثه كيروش. يعني لا امور مختلفه تماما. ومع ذلك صلاح قادر، يعني لما تأهلنا لكأس العالم 2018 كان 70% من تأهلنا ده حوالين محمد صلاح وطريقه لعبنا في وقت من الاوقات ايام مستر كوبر كانت كلها يعني متمركزه حوالين الهجمه. ولو ان صلاح دخل كاس العالم 2018 بفورمه بدنيه كويسه بعد الاصابه اللي حصلت له في نهائي دوري ابطال اوروبا، انا كنت متوقع ان احنا كنا نقدر نعمل كتير. في لكن حتى صلاح فضل متاثر بالاصابه دي في الموسم اللي بعديها مع ليفربول في بداياته، رغم ان جاب هدفين في كاس العالم. بس كان برضو يعني دار منهم ضربه جزاء منهم بلانتي، بس اعتقد ان هو برضو كان متاثر. لكن انا متوقع ان شاء الله وربنا يكرمنا ونقدر لما نوصل ان شاء الله للمرحله الحاسمه اعتقد ان صلاح بقى هيكون ليه دور ان شاء الله اكبر. وده اللي لازم كيروش يبتدي يفكر فيه بقى. يعني المهم من النهارده انه كيروش يبتدي يفكر، انت لما هتلعب منتخب صف اول، لما هتلعب مثلا السنغال او الجزائر او المغرب او تونس او نيجيريا، انت هتلعب الفرق دي وغالبا هيكون في جمهور برضو، يعني مش هيبقى في جمهور، انت هتلعب المنتخبات دي ازاي على ملعبها؟ ولما تيجي على ملعبك هتلعبهم ازاي؟ اعتقد انه اللي حصل النهارده ده هو السؤال اللي كيروش هيبقى مطالب انه يجاوب عليه. هل اختياراتك برضه هيفضل فيها مغامرات من نوعيه النسيب طارق حامد او زيزو او محمد مجدي قفشه ما اعتمدش عليهم؟ ده برضه سؤال لازم كيروش يقدر يجاوبنا عليه وهو بيعلن اسماء قائمه المنتخب، مش في كاس العرب، اعتقد ان كاس العرب هيبقى بيجرب بس فيها، لا وهو بيلعب ان شاء الله باذن الله في الجوله الحاسمه بعد ما نعرف يوم 18 ديسمبر مين المنتخب اللي هنلعبه في المباراتين النوك اوت اللي هيأهلونا لكاس العالم. دي بالنسبه لي هي اهميه ماتش النهارده، انك هتلعب ازاي مع منتخب افريقي صف اول. هسال شادي نفس السؤال ليه علاقه بمحمد صلاح واخد رايك في السؤال ده، بس استاذنك اطلع لفاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم، استنون. مع حضراتكم تاني شادي، كنا بنتكلم على موضوع محمد صلاح. في ناس شايفه ان محمد صلاح مثلا لو ما جابش جوان بقى كل ماتش يبقى هو دي القصه، رغم ان هو الحقيقه كل مباراه ليه اسيست او ليه حضور وكمان بيشد المدافعين بشكل او باخر ويمكن بيلخبط خطط للفرق اللي بنلعبها كتير. يعني النهارده بنشوف مثلا حد ممكن ياخد افضليه لو صلاح الحقيقه اتحرك يمين او شمال من كتر ما هم شايلين همه في الملعب. واللي انت شايف اللي بيتكلم في بالنغمه دي تقول له ايه؟ والله انا بشوف ان القليل من صلاح يكفي. انا دايما شايف كده صلاح من ساعه ما بقى نجم المنتخب الاول، يمكن نتكلم من 2017 مثلا، وهو افضل لعيب في المنتخب، وهو دايما يعني 70 80% من انتصارات المنتخب او الاهداف اللي احنا سجلناها عن طريقه او عامل مشارك فيها سواء بهدف او بصناعه او حتى زي ما انت قلت ان هو الراجل بياخد من اهتمام الخصم، بياخد دايما معاه اثنين او معاه ثلاثه لعيبه ثانيه جنبه ممكن ان هي تستغل كده. في فرق كبير جدا في الكواليتي وفي طريقه اللعب وفي ان الراجل بيجي برده ما بيجيش يعمل هنا اعداد مع المنتخب وبيتدرب مع المدرب اسبوع ل 10 ايام، هو الراجل برده بيجي على الماتش قبل الماتش بكام يوم تمرينتين وينزل الملعب، مش فتره كافيه ان هو ينسجم مع المدرب وطريقه اللعب اللي طبيعي بتختلف عن النادي. النادي راجل بيتدرب كل يوم خلاص، حفظ اللعيبه بتاعته، حفظ المدرب، حفظ التعليمات، حفظ كل حاجه.
عكس ما بيجي في المنتخب، وده حاله حال لعيبه كتيره جدا في افريقيا. في انتقادات كتيره بتتوجه ساعات لرياض محرز مع الجزائر، حكيم زياش مع المغرب، اللعيبه النجوم العرب تحديدا بيتوجه لهم انتقادات كبيره بسبب الجانب ده. ولكن انا بشوف صلاح حتى او محرز الاثنين قدموا كل حاجه للمنتخبات بتاعتهم. صلاح بالذات زي ما قلت في تاهل لتصفيات كاس عالم، وصلنا بعد فتره طويله من الغياب لنهائي كاس الامم الافريقيه، دلوقتي بنوصل للمرحله النهائيه، والنهارده 2 اسيست. انا عايز اقول اللي هو حتى باقل مجهود 2 اسيست ساهم في الهدفين، خصوصا الهدف الاول يعني بطريقه من على طريقه صلاح زي ما بنقول. انا بشوف ان صلاح دايما عليه انتقادات اعلاميه كبيره وانتقادات جماهيريه كبيره، لان هو مش منتمي للاهلي او الزمالك او للزمالك والاهلي. بشوف يعني وجهه نظري ان لو صلاح كان خارج من احد الناديين كان هيبقى في حشد اعلامي دايما لاي حاجه صلاح بيعملها صح غلط، كان الناس هتبقى في ظهره في كل حاجه. يعني دي انا مش متفق فيها قوي، لان الحقيقه الناس كلها المنطقيين لازم يتفكر ان صلاح راجل مش بيمثل الزمالك والاهلي، راجل الحقيقه ايقونه للعرب. احنا عدينا مرحله ان احنا المفروض بنقيم صلاح او الراجل اللي وصل في المكانه دلوقتي ان من اساطير الكره في افريقيا. احنا نادرا ما بنشوف لعيب جمهور اجنبي بينزل الملعب مره واثنين وثلاثه يتصور مع لعيب ويوطوا قدامه وعايز الجزمه بتاعته والتيشيرت بتاعه في الملعب. يعني الراجل عمرنا ما شفناها، ما بنشوفهاش غير مع النجوم الكبار جدا بره بقى، رونالدينيو وميسي والناس دي. صلاح مش عايز اقول فوق النقد، ولكن صلاح اللي بيقدم لمصر كتير جدا وما زال بيقدم. والراجل انا بشوف، انا مش بشوف سبب للانتقاد بصراحه، سبب منطقي للانتقاد. في الملعب بيأدي اهداف او اسيستات، مش شايف اي تقصير فيه. يعني انا قناعتي الشخصيه ان هو مش وراه جيش اعلامي وحشد اعلامي، وبرده في تأثر من فترة 2018 في كأس العالم والأحداث اللي صاحبت مشاكل صلاح مع العقود الإعلانية واتحاد الكورة، وما بيجيش لا بيجي وكيل أعماله بيتدخل، برضو دي حطت بعض المسافات ما بينه وما بين بعض الإعلاميين أو بعض الناس المتابعة لكرة القدم. بس هو الحقيقة عارف يعزل ده تماما، والراجل حتى مع ليفربول مهما الناس تتكلم عن تجديد وعقود ورقم، الراجل بيعزل نفسه. هو محامي بيتكلم، هو ما بيتكلمش. ما بيتكلمش خالص. هو حتى مع المنتخب مش دعوة، هو راجل بيركز بس في فنيا. حتى مهما الناس قالت خلي بالك أيام كأس العالم راح جاب جونين في كأس العالم ومتعور. وهو على الواقف. كابتن هنضرب بس أمثلة بسيطة جدا، الناس هتشوف إيه الفرق بس. زميل محمد صلاح في ليفربول اللي هو المدافع اللي هو جويل ماتب اللي هو المدافع الكاميروني ده، في بطوله افريقيا اللي هي احنا خسرنا النهائي قدام الكاميرون فيها، ما قال انا مش هاجي، ما جاش البطوله، ما مش هاجي. تخيل انه صلاح جه قبل بطوله افريقيا قال مش هاجي، تمام. مثال بقى، هنسيب منتخبات افريقيا هنروح المنتخبات العربيه. حكيم زياش اللي هو نجم تشيلسي ونجم منتخب المغرب، مدرب المغرب بيشتكي منه انه مش قادر يستفيد منه وانه مش ملتزم معاه، فبالتالي مش هيقدر يعتمد عليه. حكيم زياش اللي هو اهم لاعب في منتخب المغرب، يعني بما يوازي صلاح. المهدي بن عطيه بيقول احنا ما عندناش لعيب كبير في منتخب المغرب، الجزائر عندها محرز ومصر عندها محمد صلاح. دي قيمه محمد صلاح. انت لما تيجي تقارن صلاح هتقارن بالليفل ده. شوف صلاح اللي بيقدمه لك. انت تخيل مثلا انه صلاح جه قبل بطوله افريقيا قال انا مش هاجي، صعبه جدا الحقيقه، لان هو صعب. اثبت لنا فترة رغم انه ده في قصه بالنسبه له وطنيه مش بس فكره كره، رغم انه ده في منتخبات بيحصل، منتخبات افريقيه الموضوع ده فيها عادي جدا. منتخب الجزائر اندي ديلور اللي هو المهاجم بتاعهم اللي هو بينافس على هداف الدوري الفرنسي اتصل بجمال بالماضي قال له ما تعملش حسابي معاك سنه قدام كده. لا خد بالك ده محمد صلاح حتى يعني صلاح اضافه، والله انت بتقوله كمان على الشادي. لا محمد صلاح وصل بيه الامر ان حتى مع ليفربول لما بقى في اي نجاح حاجه تلاقيه بلف عالم مصر مثلا على كتفه، فقصه ليها ابعاد اخرى غير انها كره قدم الحقيقه بالنسبه لصلاح. لم يقصر اطلاقا وبيؤدي دوره بمنتهى الجديه بصراحه ومنتهى تفاعله، حتى مع الاحداث الاجتماعيه في مصر متفاعل وبيؤدي دوره بشكل كبير جدا، وحتى اجتماعيا عنده ادوار اجتماعيه مهمه جدا جدا سواء في قريته او بشكل عام. لا شيء كويس جدا بصراحه صلاح، ما انا مش شايف انه اثر في اي شيء، بالعكس ده هو يعني هو الوتد اللي بيدور حواليه منتخب مصر تقريبا من 6 سنين، السبب الرئيسي في حضور الجماهير النهارده بالظبط. يعني في اي حته هنروح من 6 سنين، يعني مثلا يعني ليفربول في خلال بطوله افريقيا هيبقى عنده صلاح مش موجود وماني مش موجود ونابي كيتا، فابتدى يدور اصلا على صفقات يعملها عشان يتلافى الاثار اللي هتحصل له الفنيه من انه مش هيكون مثلا موجود لعيب بحجم محمد صلاح، ابتدى يفكر في بدائل لعيبه يشتريها عشان الفتره دي. فدي قيمه محمد صلاح، انت بتعمل تعاقد عشان تغيره
عشان يعوض لك الدور الفني اللي هو بيأديه لمده غيابه اللي هي مثلا ممكن تبقى 3 اسابيع او شهر بالكتير. صراحة ممكن جدا افضل مصلحتي وانا مش هاجي زي ما لعيبه فارغه كتير جدا بتعمل ده موضوع يعني. لا صلاح طبعا الموضوع بالنسبه له مختلف يعني، وحتى لعيبه عالميين كمان مع منتخبات بلادهم ممكن تلاقيهم ما بيأدوش بالشكل المطلوب او ممكن يتقاعسوا، لكن صلاح عمره ما حصل ده، واحنا يمكن مش حاسين بده قوي لانه صلاح ما بيبروزش النقطه دي، هو شايف ان الراجل عنده التزام دولي بيأديه في كل مره. وحتى لما ما جاش بسبب كورونا في الماتش اللي هو الاولاني اللي هو بتاع انجولا اللي كان هنا في القاهره، الراجل كان متفاعل اول ما الامور اتظبطت جه ولعب الماتش الثاني على طول يعني. لا بصراحه انا مش شايف اي سبب يخلينا ننتقد صلاح، كون ان الراجل بيدور على حقه في امور اعلانيه وتسويقيه. طب ما هو مع ليفربول برضو، ليفربول جدد لكل اللعيبه ولسه ما جددتش صلاح، لان الراجل شايف في نفسه قيمه فنيه معينه بيأديها، فهو شايف راتب معين عاوزه بيأدي، والنهارده واخد لاعب الشهر في الدوري الانجليزي اللي فيه رونالدو واللي فيه برونو فرنانديز واللي فيه كيفن دي براين واللي فيه رياض محرز. صلاح النهارده هو لاعب الشهر بأداء طبعا مذهل، ومحاميه بيتكلم والراجل مش متأثر خالص. صلاح عقليه احترافيه يعني نادرا ما تبقى موجوده في الملاعب المصريه، نتمنى ان كل لاعبتنا يبقوا زي صلاح كده، هنبقى حاجه كبيره جدا جدا يا رب ان شاء الله. طيب شادي، كنت عايز اسالك على فكره ان هي ناس كتير جدا اتكلمت على رمضان صبحي، زيزو، اتكلمنا عن طارق حامد، رمضان، زيزو، طارق حامد، ابراهيم عادل، هل كان هيضيف لمباراه النهارده لو كان حد منهم موجود؟ هو يعني من وجهه نظري الراجل برضو زي ما بنقول في مرحله تجارب، فكره ان محمد شريف بيلعب جناح دي فكره هو بيلعبها كيروش في منتخبات اللي عملها قبل كده في كولومبيا وعملها قبل كده في منتخب ايران. هو هي قناعه عند الراجل ان بيبقى فيه طالما في فروت سريع متحرك ممكن احطه في وينج من الوينجات ويخش يضم كمهاجم تاني. انا بشوف ان ابراهيم عادل كان هيبقى اضافه كبيره من وجهه نظري اكتر حتى من رمضان صبحي. رمضان صبحي من بدايه الدوري لسه مش مقدم افضل مستوياته، حتى على صعيد الارقام مش افضل حاجه يعني. بشوف احصائيات رمضان صبحي من قبل المباراه، رمضان صبحي ما عملش اي محاوله على المرمى في الثلاث مباريات اللي في الدوري، لسه برضه في بدايه الموسم مش في افضل حالاته من وجهه نظري. كنت بشوف ابراهيم عادل لعيب جوكر، لعيب بيلعب في كل مراكز الهجوم، هو ده اللعيب اللي كان ينفع طريقه فكر كيروش وطريقه لعبه، ان هو تقدر تلعبه بقى يمين، تلعبه شمال، تلعبه فولس ناين او مهاجم وهمي. لعيب انا بشوفه من افضل المواهب في الكره المصريه الفتره الحاليه والقادمه كمان. ولكن يعني خلينا نقول برضو احنا، انا من وجهه نظري الشخصيه احنا ممكن نسال زي ما بيحصل مع لويس انريكي في اسبانيا او ديشام في فرنسا، ممكن نسال ليه ده ما انضمش او ليه ده ما لعبش او ليه ده ما جاش. ولكن في الاول وفي الاخر المدير الفني هو ليه كل الحريه ان هو يعمل اللي هو عايزه ويختار اللي هو عايزه، طالما برضو النتائج واقفه معاه وطالما هو جديد. الراجل برضو ما كملش شهر معانا يعني، برضو خلينا نديله عذر شويه ان هو لسه بيجرب، لسه ما شافش كل اللعيبه فتره كافيه، كل اللعيبه اللي في مصر لعبت 3 ماتشات بس في الدوري المحلي، وبالتالي هو لسه برضو ما استقرش على عناصر تبقى ثابته او عمود فقري في المنتخب في معظم المراكز. يمكن الفتره الجايه بقى ممكن من بدايه من مباراه الجابون، وبدايه ما يبقى عندنا فتره ان احنا حتى ممكن نلعب ماتش ودي او حاجه غير مباراه الجابون كمان قبل البطوله العربيه نقدر نجرب فيها براحتنا. انا بالنسبه لي حتى البطوله العربيه بالنسبه لي الاهم تصفيات كاس العالم اللي هي في شهر 3، ممكن البطوله العربيه يجرب زي ما هو عايز، مش مهم ان هو ياخدها او حاجه، ممكن نجرب براحتنا برده، مش هيبقى عليه ضغوط ان هو لا لازم نكسب بطوله العربيه. بشوفها ان هي افضل اعداد للمنتخب لمعسكر مارس بقى اللي هو اهم حاجه واللي احنا الحلم اللي احنا مستنيينه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طب نروح بقى للزمالك، ابدا معاك عطا الله. فكره طبعا ان انت الاحداث والسيناريو الخيالي والتوفيق الغير عادي والدي اوف اللي طبعا في مباراه اللي فاتت في الاخر المركز الاول 9 نقاط، المركز الثاني 6 نقاط، شايف مدى تجاوز كارتيرون للقصه دي مع اللاعبين، سرعه التجاوز، من بيحاولوا يشدوك وشتتوك لمعارك وهميه اخرى كده وشتتوا الكلام الموضوعي، انت شايف الرؤيه الفتره الجايه للزمالك مطلوب من اللعيبه ايه وكارتيرون ايه لتكمله الدوري الممتاز؟ مش مطلوب من لعيبه نادي الزمالك حاجه اكتر من انهم يعملوا اللي عملوه السنه اللي فاتت، اللي عملوه الموسم اللي فات. انت الموسم اللي فات خسرت نهائي دوري ابطال افريقيا، وخسرت بعد ما خسرت نهائي دوري ابطال افريقيا بعديها باسبوعين، وخسرت الكاس كمان بعديها باسبوع بالظبط، لعبت الدوري ودخلت بمنتهى القوه. ده البدايه هي المهمه جدا، وهي اللي بتحدد اذا كنت هتقدر تكمل في الدوري ولا لا. احنا مش هنجيب مثل بعيد،
احنا هنقول لعيبه نادي الزمالك انتوا مطلوب منكم انكم تعملوا نفس اللي عملتوه السنه اللي فاتت، عشان كده ماتش الاسماعيلي ده مهم جدا جدا جدا. الماتش ده هيحدد انت تجاوزت الخساره اللي انت خسرتها في الديربي ولا قررت ان انت تستسلم للخساره دي ومش هتنافس. اذا نادي الزمالك ان شاء الله كسب ماتش الاسماعيلي، فانا اقدر اقول لك ان نادي الزمالك هيقدر خلاص تجاوز الموضوع وهيقدر يكمل وينافس لحد ابعد مدى، والزمالك عنده التشكيله فيها كواليتي يسمح له ان هو ينافس محليا وافريقيا. بس الوقت ده عطلة مش وقت كواليتي بس، الوقت ده تحديدا وقت، لكن الطبيعي كواليتي في الزمالك انا بقول لك افضل فريق جماعي بالظبط. عشان كده بقى ده دور كارتيرون اللي برضه انا واثق ان هو عارف انه اللي حصل في ماتش القمه ده يتحمل منه 70%. كارتيرون ما اعتقدش انه على عكس عاده كارتيرون هو ما حضرش كويس لماتش القمه واختار اختيارات ما سمحتلوش ان هو يدخل الماتش بالطريقه اللي كان لازم يدخل بيها، فاعتقد ان هو يعلم ده تماما وهو قال انا المسؤول، وده برضو كان تصريح مهم جدا جدا منه عشان يرفع العبء عن اللعيبه، لان الجمهور كان داس كتير قوي يعني على لعيبه بعد الماتش ده لانه كان في اخطاء فنيه ما ينفعش تحصل، لكنه الراجل كان عنده الشجاعه اللي يقول انا المسؤول. لعيبه نادي الزمالك الجيل الموجود ده في لعيبه كتير عندهم عقليات تسمح لهم ان هم يرجعوا تاني من بعد الخساره ويقدروا يعملوا ده. شيكابالا موجود، طارق حامد موجود، الونش موجود، لعيبه كتير قوي تقدر تعمل دوت، عبد الشافي يقدروا يرجعوا نفسهم، حازم امام، زيزو، لعيبه كتير بالظبط كده، لعيبه كتير جدا جدا، زيزو طبعا يقدروا يرجعوا من اثار الخساره دي وان شاء الله يقدروا ينافسوا يكملوا. ايوه هو ديربي وانت خسرته بطريقه ما كانش ينفع ابدا تخسره، يعني حتى منافسك نفسه ما كانش يتخيل او يحلم بالسيناريو ده. بقول لك هو سيناريو عشان كده هو لحد دلوقتي مش مصدق ان ده حصل، عشان كده فرحه مبالغ فيها شويه جدا جدا جدا. الفرحه دي بقى زي ما حصل السنه اللي فاتت وانه نادي الزمالك خسر الديربي لكن كسب الدوري، وكانت خسارته للديربي ده بقت على السوشيال ميديا الزملكاويه ميمو كوميكس، انت تقدر تعمل ده برده السنه دي انك بخسارتك دي لما تتوج بالدوري في اخر السنه تقدر برده تخلي الخساره دي اللي منافسك احتفل بيها كانها بطوله، يعني لا قبلها ولا بعدها، لان هو انا مستوعب ان هو مش متخيل ان ده يحصل. فا اوكي مفيش مشكله، حقك تكسب، حقك ان انت كسبت، افرح بس برضو طبعاً. بس طبعا نادي الزمالك موجود ويقدر يرجع بمنتهى يعني اذا انت فضلت على كل شيء واحد ضد واحد، فانت عندك ماتش تاني مع الاهلي برضو في الدور التاني، الامور ما خلصتش ولا انتهت، ممكن تلعب الاهلي في الكاس مثلا اذا تلعب يعني، فانت لسه الامور ما انتهتش، هو ديربي وخسرته وخلاص ما فيش فيه مشكله، وتقدر ترجع ان شاء الله، تقدر ترجع بمنتهى السهوله وتكمل مسيرتك تاني. جمهورك وقف معاك، والجمهور بعد الماتش بشويه وبعد الهدوء التمس عذر لبعض اللعيبه، رغم انه في لعيبه بدا رصيدها ينفذ لكن الجمهور التمس لهم العذر، والجمهور بتاع الزمالك عنده الثقافه والوعي انه يعرف ان ده كان داي اوف. اي حد اتفرج على الماتش هيعرف انه ده كان داي اوف، حاجات ما بتحصلش خالص حصلت، سيناريو خيالي فعلا، سيناريوهات خياليه حصلت. امل يعني المسلوسي اللي هو مادي معاك ادوار دفاعيه مذهله من ساعه ما جه عمل كل شيء ممكن ما يتعملش في الكوره في الماتش. خلي بالك ضربتين جزاء بتبقى المسلوسي في ضربات جزاء كده بتبقى متورط فيها اللعيب، يعني مش قصدي ان هو مثلا الثانيه اتورط فيها، الثانيه اتورط فيها لكن الاولى كان متهور. جميل جدا، بس انا عايز اقول لك مثلا ايه حاجه كده شبه النهارده، ضربه الجزاء بتاعت النهارده، انت لو سبت اللعيب مش هيعمل حاجه، بتاعت منتخب مصر اللي اتحسبت علينا مع اكرم توفيق، لو سبت اللعيب هو خلاص الشناوي طالع يمسك اللعبه، ولكن انت رجلك راحت مع اللعيب وبيعدي فبتتورط في ضربه الجزاء، ودي على فكره بتحصل. بس لما يحصل كل حاجه ضدك في المباراه دي، ان نفس اللعيب وغصب عنك داي اوف بتاع كل الناس وحارس المرمى تخبط في مصر في العالم كله وتدخل جون وتوقيت الاهداف كمان، فالسيناريو ده الحقيقه سيناريو خيالي، فانا مش عايز اتخدع على فكره في سيناريو خيالي. ليه؟ لازم ابقى عارف انا واقف فين بالظبط. انا لو واثق في نفسي ومدرك ان انا فرقتي قويه جدا، ومدرك حجم الفرحه اللي قدامي عارف اسبابها ايه، ومدرك ان انا الناس التوقعات كلها قبل المباراه بالمعطيات بتقول ايه، لو انا مدرك ده وثابت على ده ومحدش خد عندي قرارات انفعاليه ولا قرارات فيها مبالغه، وعرفنا نحافظ على نفس اللعيبه وما ساعدناش، يعني احنا ما الدوشه اللي حصلت وكمان احنا ما ننجرش كجمهور ان فكره ايه، لا اللعيب ده وحش لازم يقعد، الكلام ده على فكره مش صح، انا اللعيب ده النهارده مش كويس هو بكره كسبني، وده حصل السنه اللي فاتت كتير، ونادي الزمالك ما عندوش رفاهيه انه يغير لعيبه، انت محروم من القيد اصلا فترتين قيد، فهي المجموعه اللي موجوده دي هي اللي انت هتكمل بيها. كارتيرون عنده شغل كتير، مساله تجاوز الماتش نفسيا هيحصل في اوضه اللبس، هيحصل في لعيبه كتير في نادي الزمالك تقدر تعمل دوت اذا ما كانوش بداوا فيه اصلا. كارتيرون عنده شغل فني كتير جدا جدا في طريقه اللعب اللي بيلعب بيها حاليا،
محتاج مثلا يكون عنده خطط بديله في بعض المباريات، محتاج يكون عنده خطط بديله جوه نفس الماتش، محتاج يعيد تمركز بعض اللعيبه عشان تقدر تاخد اميز شيء من كل لاعب، محتاج يكون عندك تنوع اكتر عشان الفرق بدات تحفظك طريقه اللعب اللي انت كنت بتلعب بيها، اللي هي اللعب الكتير جدا على الاجنحه من خلال زيزو او انه اشرف بن شرقي يقطم ويدخل، اللي انت بتفرغ الجناحات سواء للعب العرضيات او ان هو يدخل ويمرر. نادي الزمالك فعلا محتاج تنوع، كان محتاج فوقه زي دي عشان يبقى في تنوع اكتر في طرق اللعب، بحيث ان انت تدخل الماتشات اللي جايه بعد كده وانت عندك اكتر من سيناريو. انا ازعم يعني انه كارتيرون ما كانش عنده اكتر من سيناريو لماتش الاهلي، يمكن ثقه كتيره، ثقه مبالغ فيها، بس هي فوقه يعني تقدر تفوق بعد كده وتكمل. ده يخلينا نسال شادي، وهل مباراه الاسماعيلي مفترق طرق؟ انا شايفها طبعا عنق زجاجه للوضع الحالي اللي احنا فيه. طبعا انا اتمنى ان الفرقه تهدى خالص، هي ماتش بثلاث نقط زي ما اتكلمنا، خساره ديربي طبيعي، انا بشوفها طبعا خساره فنيه، وخسرنا في ارض الملعب مع طبعا الظروف، وان كل الظروف اتجمعت في ان اللعيبه خلاص خسرت، خلاص اللي حصل حصل وخسرنا في الملعب. انا مش عايز ننجرف للتصريحات اللي احنا شايفينها الفتره اليومين دول، يعني سواء من المنافس او المشاكل اللي عماله تتحدث عن النادي من كل حته، عايز فريق الكره ينعزل تماما، ملوش علاقه بكل القصص دي، حتى النادي ما ينجرش للتصريحات. يبقى يمكن ده دور بقى الاعلام ودور قناه النادي هي اللي ترد بقى على زي ما انت عملت النهارده. الفرقه محتاجه تهدى تماما. مباراه الاسماعيلي لسه جايب مدرب ارجنتيني النهارده اعلن عنه، وبالتالي لعيبه الاسماعيلي كل لعيب فيهم هيبقى عايز يموت نفسه عشان يبين نفسه للمدرب الجديد، وده طبيعي في اي فرقه في الدنيا. لما بيجي مدرب جديد اللعيبه بتجيلها فوق في اول ماتشين ثلاثه عشان تثبت نفسها، وبالتالي المباراه مش سهله مع تراجع طبعا نتائج الاسماعيلي اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت. مباراه بشوفها مش سهله طبعا، مباراه في الاسماعيليه دايما ماتشاتنا في الاسماعيليه ده احتواء. طبعا ساعات بيبقى عدم لعب في الاسماعيليه احتواء، طول قوي انت عارف الموضوع ده في مرحله الاحتواء دي، ولكن زي ما احنا كسبنا في الاسماعيليه المره اللي فاتت مرحله الحضانه. يعني احنا ما بنتحججش بالحاجات دي وما بنبصش للحاجات دي، دايما بنبص زي ما بقول في الملعب، وانا دايما بحب اتكلم في الملعب. ان شاء الله قادرين ان احنا نعدي الماتش الجاي، الثلاث ماتشات الجايين مهمين جدا قبل فتره التوقف الطويله، عشان الهدوء مطلوب جدا في النادي، وكفايه علينا المشاكل اللي بتيجي من الفيفا. يا مستر طبعا للاسف وقتنا انتهى سريعا، ان شاء الله نتقابل تاني. بشكرك طبعا محلل الكروي شادي طارق، بشكرك. شكرا لك كابتن وائل، مبسوط اني كنت معاك النهارده. الناقد الرياضي محمد عطله نورتنا يا محمد. شكرا يا كابتن، فرصه سعيده حبيبي. طيب الف مبروك طبعا لمنتخبنا القومي التاهل المرحله النهائيه، ان شاء الله يا رب نفرح كده بالتاهل للمونديال، وبدايه بقى خلاص يعني ثانيه ان شاء الله بعد مباراه الجابون. النهارده نادي الزمالك بدا، وكل التوفيق يا رب للفرقه تتماسك كده، ونصيحه للعيبه، اللعيبه قد كل صعوبات، ده ما عدوش بصعوبات اكتر من اللي عدوا منها السنه اللي فاتت في الحقيقه، فان شاء الله يعودونا تاني على تجاوز كل الصعاب ويرجعوا تاني يقفوا على رجليهم. طب كده للاسف وقتنا انتهى، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره برنامجكم زملكاوي، وتصبحوا على الف خير.